أصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم بغيت نتكلم عليه بالنسبة للناس اللي مازال تيفرخوا، اللي مازال ما سالوش باش ما يطيحوش واحد المشكل اللي كما كتعرفوا راه درجة ديال الحرارة ارتفعت واحد شوية، وكترتفع درجة الحرارة كيتزادوا المشاكل، كيتزادوا كذلك حتى الأمراض. الناس اللي مازال ما سالوش تفرخ، عفوا اللي سالوا تفرخ حتى هما يعني يردوا البال شي شويه بالنسبه للدرجه ديال الحراره اللي ارتفعت. بالنسبه للمشكل اللي طحت فيه هو هذا الفرخ، هذا ما قدرش يتفقس. السبب راجع هو ان البيضه لصقات عليه، كما كتشوفوا راه باينه القشره يابسه على الجلده. كنت داير بحساب انه غادي يتفقس حتى لغد ليه، ولكن غير بارازار جيت طلعت على الطويرات صدفه لقيت القشره الفوقانيه طايره، ولكن الفرخ ما قدش يخرج من البيضه. بغيت نقول للناس اللي مازال تيفرخوا، اللي مازال عندهم الاشويه ديال الانتاج، ولا مازال الناس كيحطوا البيض، من الاحسن انك قبل انت ما غتفقس مثلا بواحد يومين ولا 3 ايام تكون كتعطيها الدوش، عطي الانثى الدوش ولا ترش البيض. هاد المساله راني كنت كنديرها غير اليوم سبحان الله العظيم، ملي كان الجو شي شويه بحال تبرد، ما بغيتش نعطيهم يدوشوا. من الزهر ديال هاد النهار هاد الفرخ كان غادي يتفقس. راني قلت يعني بحساب انه داير حتى الغدا غادي يتفقس، على حساب 14 يوم تفقس هو قبل بنهار. كذلك حتى المشاكل اللي غادي تزاد في هاد الوقيته ديال الارتفاع ديال درجه الحراره، الناس اللي كيجمعوا الفراخ مع الطيور اللي هما كبار اللي سالوا الانتاج ودخلوا للبداله، يحضيو مع تريكومونوس. شي شويه راه كيكثر فاش كتكون الحراره كتزاد، حتى الماء بالنسبه للناس اللي ما تيبدلوش الماء على الاقل يعني واحد المره ولا جوج مرات فاش كتكون درجه الحراره مرتفعه، راه خص على الاقل تبدلو واحد جوج مرات في النهار. راكم كتشوفوا راه الا هزيتي غير شرب اخوتي على يديك راه ما تقدش تحمل انت داك النوع، فما بالك هذاك الطير اللي غادي يقدر يشرب داك النوع. هذا المشكل راه كان وقع معايا في 2022 بسببه، كان شاري واحد 80 طير تقريبا، راه كنت غادي نسالي بالانتاج غير بسبب هذا المشكل هذا. اخوان بغيت نبارطاجي معكم هذه المعلومه هذه بالنسبه للناس اللي راهم مازالين كيفرخوا. كاينين الناس اللي راه مازال عندهم الطويرات حاطين البيض باش ما يطيحوش هذا المشكل، حيت ارتفاع ديال درجه الحراره راه كيسبب يعني الموت ديال الفراخ، وكيجيو مورا واحد المشاكل. اخوان تبارك الله عليكم ودمتم في رعايه الله.